السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقة شفتم زهرة. في هذه الحلقة غادي نشوفوا ايس كريم على شكل دلاح. فكرة جديدة ما غادي تلقاوها الا على القناة شفتم زهرة. خليكم مع الفيديو. بالنسبة للمقادير ديال الكلاص، غادي نحتاجو 350 غرام ديال لا كريم فريش، وغادي نحتاجو 3 المعالق كبار او لا نص كاس ديال العنبة من نيسلي. ونبداو على بركة الله. غادي نطلع لا كريم، غادي نطلع بوحديتها. طلع نضربو لاكريم حتى كطلع، انا ضربتها مزيان. دابا غادي نزيد عليها نسلي، غادي نزيد نسلي وغادي نخلطها غير شويه، غادي نضربها غير شويه ديالي. من بعد ما زدت ليها نسلي، و دابا غادي ندوزو باش نمونطيو الدلاع ديالنا. غادي نحتاج واحد السلافة بحال هكا جبانة، لي غتكون الشكل ديالها دائري، تكون بلاستيك حيت غندخلها للمجمد كيف ما بغات تكون. المهم اي حاجة تكون دائري، يعني على شكل جبانة. واخا انا عندي هنايا هاد السماطة هادي خارجة، ما غاديش نطلع عليها لا كريم باش ما يجينيش هاد الديفو هذا هنايا. مي ماشي مشكل، غادي نخدم بها. نحاول اني نخدم بلي عندي في الدار، ما بقاش نقشش وهادي نزيد عليا بالقشاوش. المهم ديال غادي نخدم بها. درت ليها السلوفان باش مني نزولها من هاد الجبانه، هادي تبقى زوينه يعني تبقى محافظه عليها وتسهل عليا انني نحيدها. ما علينا، غادي ناخذ زلافه. فاش غادي نخلط اللون الاول، دايره فيه واحد النقطه ديال الماء كما كتشوفوا، هي ما كتبانش بزاف، النقطه ديال الماء اللي غادي نذوب فيها الملون اللي عندي انا هنايا حيت عندي غبار. غادي نحتاج لون اخضر، ويكون اخضر شويه غامق. نخلط هذاك الكولورون حتى ما يبقاش الحبيبات اللي كيبانوا معانا. وغادي نزيد عليه الكريمه. بركة. وغادي نخلط. ملي غادي نعمرو دايره هاد الراس هذا بحال هكا رقيق شويه، وغادي ندير خطوط. كنكمل بحال هكا على هاد الشكل. من بعد غادي ناخد هادشي اللي بقى لي في اللول، وغادي نزيد عليه كريمه عاديه بيضاء باش نخفف داك اللون، ميبقاش بحال هكاك. هذا هو اللون اللي حصلت عليه، شويه فاتحه على اللون اللي درت من قبل. دابا غادي نبدا ندير واحد الطبقه خفيفه شي شويه. هكا كاغاطا الدائره كامله، ملت هذيك الكميه كامله اللي كانت عندي في هذا اللون، وملستها. بقيت كنمس باغي بالمعلقه، يعني ماشي شي حاجه. غادي نزيد الطبقه الثانيه بيضاء،
ولكن قبل ما غادي نزيد الطبقه الثانيه غادي نديرها في المجمد حتى كتجمد ليا عادي باش ما يتجلخش ليا داكشي ويبقى زوين. بما جمدت لينا الطبقه الاولى غادي نمشيو نوجدوا الزريعه ديال الضلاع. وهذا الشيء علاش انا عندي هنايا درت شوكولاته كحل ذوبته في البالماري. دابا غادي نبدا نصايبو الزريعه. هكا من بعد ما جبتها من المجمد كيف ما كتشوفوا شويه قبطات غادي ناخذ الكريمه وهي بيضاء وغادي ندير نفس الطريقه كيف ما درت من قبل. المول ديالي زولته من المجمد ما خداش معايا بزاف تقريبا 10 ديال الدقائق غير كيقبض شويه يعني ماشي كيجمد تماما وانما غير كيقبض. وغادي نبدا يعني في القلب ديال الدلاعه اللي كتكون حمراء. قبل ما غادي نبدا غادي نوريكم الزريعه ديال الدلاع اللي درنا في الشوكولات كتجي هكا بحال الزريعه ديال بصح. غادي نبداو في الطبقه اللي كتكون حمراء. هنايا خديت السلافه اللي غنخلط فيها شويه ديال الماء غير نقيطه باش غادي نذوب فيها ملون حمر. وغادي نزيد عليه حتى النكهه ديال الفريز باش يحيد لي ديك باش يعطيني نكهه زوينه وصافي يعني اختياري. غادي ندير هنا وغادي ندير النكهه ديال الفريز غادي نكب عليها الكريمة ونخلط نبقى اللون العبيض. ملي كنخلط مزيان كنزيد الزريعه ديال سميتو ديال الدلاع اللي انا درت كنخلط كلشي وكنجيب المول ديالي وكنفرغ في القلب ديالها هذا هو الشكل النهائي. كنخليوها 24 ساعة في المجمد حتى كتجمد ومن بعد كيمكن لينا اننا نضربوا ليها الجوانب يعني نقادوها باش تبان الطريقه زعما الحقيقه ومن بعد نطلقها. هذه هي الدلعه ديالنا من بعد ما دازت 24 ساعه مثلها من الفوق من الوجه ديالها البلاستيك باش تقاد باش تجي مقاده من الوجه ديالها. هذا هو الشكل ديال الكلاص اللي درنا على شكل دلاع. كيبقى لينا غير نقادو الوجه ديال الدلاع ديالنا.
هكا نكونوا سالينا الحلقه ديال اليوم. ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وبارطاجيو وابوني باش يبقى يوصلكم ديما جديد. سلامه، نتلاقاو الحلقه الماجيه ان شاء الله.